لو سألت أي حد مشجع للمنتخب المغربي أو أي حد حتى بيتابع المنتخب المغربي من قريب أو من بعيد وبيحب جدا المنتخب المغربي، قلت له إيه اللي ناقص المنتخب المغربي وإيه اللي جمهور المنتخب المغربي يرضى بيه؟ هيقول لك الجمهور بتاع منتخب المغرب نفسه يشوف منتخب قوي جدا لأنه عنده العناصر والأدوات اللي تخلي المنتخب المغربي واحد من أفضل المنتخبات في أفريقيا، وعنده كمان العناصر اللي تعمل كورة جميلة جدا جوه الملعب. يعني المنتخب المغربي عايز أداء وعايز نتائج، مع السيد وحيد خالد زيدش فيه نتائج، بس مع الأسف الشديد من كتر التغييرات الكتير اللي الراجل بيعملها ما بقاش فيه اي انسجام ولا بقى فيه فريق جوه الملعب يقدر ان هو يؤدي كره جميله. المباراه المنتخب المغربي كان بيكسبها مع سيد وحيد خالد زيدش قبل ماتش النهارده كنا بنلاقي ان في طفرات فرديه بتحصل جوه الملعب، انما ايه بقى اللي حصل النهارده؟ عايز اقول لك حاجه غريبه عملها وحيد خالد زيدش النهارده، انه بدا بخط دفاع ما غيرش فيه ولا تغييره من الماتش بتاع السودان اللي فات. والله بجد يعني انا ببص كده لقيت اشرف حكيمي ناحيه اليمين، رومان سايس، نايف عجرات الناحيه الثانيه، ادم ماسيني. لا لا، وحيد خالد زيدش عاقل، هو الراجل بدا بخط دفاع ما لعبش فيه خالص، وحط كمان وراه ياسين بونو للماتش ده على التوالي. خير، في حاجه غلط بالنسبه لوحيد خالد زيدش؟ يعني بيلعب ماتشين بنفس التشكيل، ايه اللي حصل؟ ببص قدام كمان لقيت ايمن بركوك وسفيان مرابط رجع لخط النص، قلت عادي غير تغيير في نص الملعب اهو علشان خاطر عادل تعربت ما لعبش، ولعب عمران لوزة، وكمان لعب قدام بإلياس الياس شغرة هو وريان مامي كانوا موجودين الماتش اللي فات. الله، في ايه يا عم الحاج، انت مالك عندك ثبات في التشكيل النهارده كده ليه؟ ببص لقيت ان ايوب الكعبي بس اكيد لازم يعمل تغيير، فسيبه يعمل اللي هو عايزه، اتفرج على منتخب مغربي قدام منتخب غينيا بيساو علشان خاطر منتخب المغرب ما لعبش المباراه اللي فاتت قدام غينيا بسبب ظروف كلنا عارفينها، لان المنتخب المغربي بيبدا المباراه عايز يكسب وعايز يهدي كوره جميله. الله، بحب جدا الجمهور المغربي، الجو ده الجمهور المغربي نفسه يتفرج على منتخب المغرب يقدم كوره جميله، ومنتخب المغرب عنده دوافع وعنده كمان شويه روح وحماس علشان خاطر الجمهور المغربي بيحب جدا الروح والحماس جوه الملعب، ان انت تبقى عاشق للفانيلا اللي انت لابسها، انت لابس تيشيرت المنتخب المغربي خليك قد، وسجلت الهدف الاول في غينيا هات الهدف الثاني، وده فعلا اللي حصل. المنتخب المغربي كان خطير جدا اول نص ساعه لحد ما اشرف حكيمي بيجي يعمل تصويبه بيسجل الهدف الاول. نسكت على كده؟ لا، مش عايزين نسكت على كده، مش هنفضل احنا ماشيين 1-0 1-0. المنتخب المغربي بيفضل مكمل بالاداء اللي هو عليه، المنتخب المغربي بيقدر ان هو يتحصل على ضربه جزاء بيخش عمران لوزة يسجلها علشان خاطر نطلع خلصانين كده الشوط الاول 2-0. خلاص احنا مرضيين جدا 2-0، وكمان لقينا ان الراجل بسم الله ما شاء الله يعني عنده ثبات في التشكيل، احنا مرضيين جدا علشان خاطر نبدا الشوط الثاني ونلاقي ان الياس صغير حط الهدف الثالث، الهدف الثالث اللي كان جميل جدا. نسكت بقى على كده؟ لا، نلاقي كروس من ادم ماسيني ومقصيه ولا اجمل ولا اروع من ايوب الكعبي علشان خاطر نلاقي الهدف الرابع. لا لا، ده انا كده اتعشت بالنسبه لي، اداء جميل وكره جميله وكمان روح وحماس وبسم الله ما شاء الله ما لعبش انت في التشكيل كتير، لا الحقيقه حلوه علشان خاطر نلاقي ان الراجل بدا يعمل تغييرات، منير حدادي وكمان اشرف بن شرقي نزله في اخر المباراه وسليم المالح وكمان فيصل فاجر اللي بيبدا بيه اول تغييره مكان عمران لوزه، وبعد كده بينزل سفيان بوفال بعد ما خلاص الدنيا بالنسبه للمنتخب المغربي كانت ارتاحت علشان خاطر تلاقي الهدف الخامس تم تسجيله عن طريق منير حداد علشان خاطر الجمهور المغربي يقول لك بس ده اللي انا كنت عايزه. وانا بالنسبه لي كواحد بيتفرج على المنتخب المغربي وكواحد بيحب جدا عناصر كتير جدا في المنتخب المغربي، انا مبسوط ومرضي جدا، مرضي جدا من المنتخب المغربي، عنده روح وحماس واراده ان احنا سجلنا الهدف الاول نسجل الهدف الثاني نسجل الهدف الثالث علشان خاطر نثبت للكوكب ده كله ان المنتخب المغربي مش عناصر عندها جوده كويسه جدا فقط، لا، العناصر دي قادره ان هي تعمل منتخب قوي جدا مع مدير فني مفترض انه محترم زي حيد خالد زيدش. مباراه النهارده استمتعت فيها، ودي حاجه غريبه بالنسبه لي بالنسبه لواحد جاي يتفرج على وحيد خالد زيدش والمنتخب المغربي النسخه الحاليه، بس اتمنى ان المنتخب المغربي يستمر على الاداء والجوده اللي بيقدمها جوه الملعب، وان وحيد خالد زيدش ما يغيرش في التشكيل ويكمل باللعيبه اللي لعب بيها النهارده، وده حلم اتمنى ان وحيد خالد زيدش يعمله وما يغيرش كتير في التشكيل بتاع الماتش الجاي علشان خاطر مش اول ما الفرقه ما يحصل فيها انسجام تيجي انت لعب في امها، لا سيب الفرقه زي ما هي وان شاء الله باذن الله هيقدروا ان هم يطلعوا لك كسبانين ماتش غينيا الجاي. لو عجبك الفيديو عزيزي اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل سبسكرايب واشتم زي ما انت عايز لو ما عجبكش الفيديو.